ما زلنا نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذه الانطلاقات والتحديات المثيرة في صباح هذا اليوم من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان دستور، أحد أفرع المرموم بدانة الدنيا دبي. انطلاقة سليمة للشوط الخامس في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، وهذه المكرمة مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. نسير بالصدارة، نتابع البداية وأرى غزر من قادة المجموعة الحميدي بن سالم بن حمود العمري من انطلقته بالمقدمة. المركز الثاني أرهني بن تتبر مع المركز الثاني لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، ومع المركز الثالث التحديات من المتحدة للسير بن محمد بن حطم العامري. رابعا من الجانب الآخر نتابع أيضا شعار أحمد بن عبد الله بن مبارك بن كليث، ثم مع المركز الرابع وخامسا مشاهدينا متابعينا الكرام التحديات للشاهنية فارس بن معضد بن محمد المزروعي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن أرهني أرى التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة، أرهني غزت الصدارة غزت المقدمة. راشد بن سعيد بن علي الاكتبي، من يتابع انطلاقة غزوة اللي انطلقت بالصدارة، بدأت تباعد المسافة ما بينها وما بين البقية بهذا الأداء المتميز، بهذا العرض المثير. غزوة راشد بن سعيد بن علي الاكتبي أيضا، تهانينا والناموس مع هذا الأداء المثير، مع هذا العرض الرائع اللي تقدمه غزوة. تهانينا لراشد بن سعيد بن علي الاكتبي على فوز غزوة بالمركز الأول وبدون أي منافس على الإطلاق، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل. المركز الثالث الحميدي بن سالم بن حمود العمري، والبقية من حين الأعضاء خط النهاية. نعود بالتهنية لراشد بن سعيد بن علي الاكتبي على فوز غزوة بالمركز الأول. تقطع المسافة في فترة زمنية